ترى يميل إلى الإسوداد، فيعمد معظمنا إلى التخلص منه ظنا بأن البقع البنية هي بسبب التعفن. ولكن ليس بعد الآن، فما لا تعرفينه هو أن هذه البقع البنية تدل فعليا إلى نضوج الموز، وكلما ازدادت البقع البنية أو السوداء فيه زادت نسبة احتوائه على مادة محاربة لمرض السرطان وتكون الخلايا غير الطبيعية في أجسامنا. فقد أثبتت الدراسات أن تناول الموز المسود والحصول على كمية كافية من مادة TNF من شأنه أن يصد خلايا الورم السرطاني وأن يحد من نموها وتكاثرها بشكل ملفت. لذلك وفي المرة المقبلة التي تقدمين فيها على ملاحظة بقع بنية على الموز في منزلك، لا تقومي برميها، بل تناوليها فورا ودعي جسمك يستفيد من قدرتها المذهلة على محاربة أي تلف أو احتمال